خفيفة قوي. طوابع متعددة الاستخدام والوظائف، ولكنها بإمكانيات آلات تصوير مستندات. تعالوا نعرف مع بعض بطوابع حلقة النهاردة، وهي كانون ايسايز MF445DW. وهل فعلا مواصفات وإمكانيات ووظائف الطابعة دي هتقدر تخليني أستغنى عن شراء آلة تصوير مستندات؟ كل ده هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة، بس بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم اخواني، عاملين ايه، اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد الساب من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده هنشرح مع بعض مواصفات طوابع كانون ايسايز MF445DW. اول حاجه لازم نعرفها ان كانون MF445DW اول ما بدات بام اف عرف ان هي طوابع ليزر، اللي هي طوابع البودره. والام اف دي اختصار لكلمتين، مالتي فانكشن يعني متعدد الاستخدام او متعدد الوظائف. والطوابع دي 4x1 يعني 4 اجهزه في جهاز واحد، او 4 وظائف في جهاز واحد، فيها طباعة وتصوير وسكانر وفاكس. اما حرف الدي دبليو اللي جاي بعد 445 فده اختصار لوظيفتين موجودين في الطباعة. حرف الدي اختصار لكلمة دوبلكس اللي هي وش وظهر، يعني تقدر تطبع وتصور وتعمل سكان وترسل فاكس وش وظهر. اما حرف الدبليو اللي موجود في الطباعة فده اختصار لكلمة وايرلس، يعني من خاصية الوايرلس دي تقدر تطبع وتعمل سكان من الموبايل واللابتوب والتابلت بدون استخدام اي كابل من خلال الراوتر الواي فاي. غير ان الطباعة فيها مدخل نتورك، وهو من خلاله تقدر توصل الطباعة بالشبكة، وتقدر تستخدم الطباعة من خلال الشبكة على اكتر من جهاز. يوجد بالطابع شاشه تاتش ليد ملونه، ومقاس الشاشه 5 بوصه لسهوله استخدام الطابعه. يوجد بالطابع جهاز الاي دي اف المعروف بالفيدر، والجهاز ده مهمته ان هو هيسهل لك استخدام السكانر والتصوير والفاكس لاكتر من ورقه في عمليه واحده، وهينجز لك وقتك في استخدام الطابعه. اقصى عدد ورق تقدر تستخدمه في الفيدر 50 ورقه. سرعه الطباعه والتصوير 38 ورقه في الدقيقه. يوجد بالطابع حباره تكفي الى 4000 ورقه، وممكن كمان تعبي الحباره بعد ما تخلص من الحبر. الطوابع لو لقيت مكتوب عليها كانون ايسايز MF445DW فهتلاقي متوفر فيها اللغه العربيه واللغه الانجليزيه. اما لو لقيت الطابع كانون ايمج كلاس MF445DW فمش هتلاقي متوفر فيها اللغه العربيه. وعشان تعرف ايه السبب اللي مش متوفر فيها الايمج كلاس اللغه العربيه، سيب لكم رابط تحت في الوصف تقدر تعرف السبب منه. الطابع الكانون MF445DW تقدر تطبع من الفلاش ميموري، وكمان تعمل اسكان للفلاش ميموري، وبرده سيب لكم رابط في الوصف ازاي تستخدم الخاصيه دي. تقدر تكبر نسخ الورق الى 400% يعني 4 اضعاف الاي 4، وكمان تقدر تصغر في حجم النسخ الى ما يقارب 25%. مده الضمان الخاص بالطبع الام اف 445 دي دبليو 3 سنوات من تاريخ الشراء. طب دلوقتي ايه هي المميزات المتوفره في الطبعه دي بحيث ان هي تخليني اقدر استغنى عن شراء اله تصوير مستندات؟ اول ميزه معانا وهي متعدده الاستخدام، يعني فيها طباعه وتصوير وسكانر وفاكس، والمميزات دي موجوده في اله التصوير. تاني ميزه معانا ان هي فيها جهاز الاي دي اف المعروف بالفيدر، اللي تقدر منه تصور وترسل فاكس وتعمل سكان لاكتر من ورقه في عمليه واحده، والجهاز ده بردك متوفر في اله تصوير المستندات. تالت ميزه معانا ودي تعتبر اهم ميزه في الطبعه، ان هي حجمها 25 كيلو بتقدر تشيلها بكل سهوله، بعكس الات التصوير المستندات بيحتاجوا الى 4 اشخاص على حسب حجم اله التصوير. رابع ميزه معانا ان حجم الطبعه دي صغير جدا، تقدر تحطها على اي مكتب بعكس الات التصوير المستندات. خامس ميزه معانا وهي مده الضمان الطبعة 3 سنوات من تاريخ الشراء. من الاخر كده، الطبعة دي افضل من آلات تصوير المستندات، وكمان ارخص وكمان اصغر في الحجم. والطبعة دي انصح بها في المكاتب والشركات والمكتبات، وهي تعتبر بديل لآلات تصوير المستندات. وعلى ما اتوقع مميزات وامكانيات الطبعة لام اف 445 دي دبليو تقدر تخليك تستغنى عن شراء آلة تصوير مستندات. وبكده خلصنا موضوع حلقة النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، اتمنى ان الموضوع يكون نال اعجابكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طبعة كانون. كان معاكم احمد السابق من قناة كانون العربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.